مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، سهرة رمضانية جديدة، والأهلي في رمضان، والحقيقة خلاص يعني لم يتبقى الكثير على نهاية هذا الشهر الكريم. نرجو أن احنا أو جمهور النادي الأهلي يكون استمتع معنا في الأهلي في رمضان على مدار الشهر الكريم. خلاص يعني دايما زي ما احنا بنقول كده، ضيف خفيف وبيجي وبيجري بسرعة، ويعني الحقيقة أن احنا استمتعنا بيه، وكمان النادي الأهلي متعنا الحقيقة في شهر رمضان. كان شهر فيه انتصارات كتير، ويمكن اخرها انتصار النادي الاهلي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله بقى يعني يبقى ختامها مسك مع النادي الاهلي يوم الجمعه المقبل. يعني خلاص بنتكلم في ايام قليله جدا بتفصلنا عن مباراه العوده، والحقيقه اللي هتكون موجوده في القاهره، وان شاء الله يتاهل النادي الاهلي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ونقترب بقى اكثر من تحقيق لقب البطوله للمره ال 12 في تاريخ النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا احمد. مساء الخير يا مريم، ومساء الخير على حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. شهر زي ما قالت مريم الحقيقه بيجري هوا زي ما اتعودنا، يعني يمكن لسه كنا بنحتفل بالبدايات، خلاص قربنا على النهايات. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون ما تبقى من رمضان فرصه، الحقيقه فرصه بنستناها من السنه للسنه زي ما عودنا دايما. رمضان شهر اللمه، شهر الفرحه، نتمنى يا رب فرحه لكل المصريين، لكل المسلمين في كل انحاء العالم، والأهلنا بالتأكيد في غزة. ويمكن الحقيقة يمكن زي ما قالت مريم كان شهر الأهلي فرحنا فيه، صحيح يمكن ما لعبناش ماتشات كتير، لكن لعبنا أو داخلين على مرحلة مهمة جدا، والمطب الصناعي الأول عديناه وبنجاح. خدوا بالكم أنه المواجهات في دور الثمانية في أفريقيا الحقيقة كلها في منتهى الصعوبة، فرق كلها كبيرة ومنها كتير عنده شخصية البطل، فبالتالي المنافسة السنة دي مش هتكون سهلة على الإطلاق، والأهلي هو الفريق الوحيد اللي قدر يحقق الفوز في مباريات دور الثمانية وهو بيلعب خارج الارض، فنتمنى ان شاء الله، لكن ده مش معناه على الاطلاق ان احنا ضمننا التاهل. مباراه الجمعه هتكون صعبه جدا طبعا. جدا، والحقيقه ده اللي يمكن يكون مدخل لسهره النهارده في الاهلي في رمضان، هنتكلم فيه انا ومريم مع كل الاهلاويه اللي بيتابعونا وسهرانين معانا. الجمهور، والجمهور بتكلم عليه مش بس عشان ماتش يوم الجمعه اللي جاي، لكن عشان اللي جاي كله الحقيقه صعب، واللي جاي كله مهم، واللي تعودنا مريم من جماهير النادي الاهلي عليه طول العمر انه الاهلي بجماهيره دايما في مشهد البطولة، وأنه البطل الأول في المواقف الصعبة دايما بتكون جماهير نادي الأهلي العظيم.